في الأزمان القديمة كانت الناس تسوي نشاط بدني عشان تعيش. مثلاً تركض من حيوان مفترس يطاردها، أو تتسلق شجرة عشان تأخذ ثمارها. وحتى الآن في المجتمعات الفقيرة الحياة ما زالت محتاجة نشاط بدني، لأن الآلات والنوادي رفاهية مو الكل يقدر يتحملها. العداء المكسيكية لورينا راميريز اللي فازت بالمراكز الأولى في عديد من السباقات، انولدت في قبيلة راراموري، وهذه قبيلة تعيش في شمال المكسيك. أهل القبيلة هذه من أسرع عدائين المسافات طويلة في العالم، لأنهم يركضون من أجل الحياة، يعني مضطرين. وهي لما سألوها وقالوا ليه تركضين، قالت أنها تسوي الشيء هذا عشان تساعد أهلها، وهذا الحافز اللي خليها تتمرن كل يوم 20 كيلومتر. الإنسان طبعه يحب الراحة. الكسل صار سلوك عالمي، ومارسة رياضة بانتظام شيء صعب. قلبك يدق بشكل أسرع وتتعرق، ومخك يسجل ملاحظة ويفسر التمرين إنه شيء مؤلم، وهذا سبب كافي عشان تبعد أو تستمر في تأجيل ممارسة الرياضة. والنتيجة 5 ملايين حالة وفاة مبكرة تصير سنوياً، كان ممكن نمنعها إذا كان العالم أكثر نشاط. وعشان تجبر نفسك على ممارسة الرياضة لازم تجاوب على هذا السؤال: وش الحافز اللي يخليك تتحمل ألم ممارسة الرياضة؟ حافز تحمل ألم ممارسة الرياضة النتائج اللي أنت بتحصلها سواء قريبة أو بعيدة. أي رياضة موجودة على مستوى العالم عندك اللي هو النتائج. الشيء الثاني برنامج التغذية. في كثير يحسبون برنامج التغذية خاص بس رياضة كمال أجسام، رياضة رفع الأثقال، رياضات الفردية الثقيلة. لا أبدا، أي رياضة عندك برنامج غذائي ممتاز يساعدك أنك تحقق النتائج، هذا بيخليك تحمل الألم اللي يصير مع ممارسة الرياضة. لو